إله يكون يكون أستاذ يوسف عشي عضو المكتب الوطني موسيقيات وطنية لسيدة علي الثانوي التأهيل. نحن هنا اليوم أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض. لماذا نحن هنا؟ أولا استجابة لبيان إصدره المكتب الوطني لدعا فيه إلى برنامج لتطبيق برنامج النضالي في 3 أيام إضراب، وفيه يوم الأربعاء وقفة أمام الأكاديمية الجهوية مرفوقة وتنتهي بالمسيرة. لماذا نحن هنا؟ أولا لكي نقول أنه لا كلام ولا نقاش ولا حل لهذا الإشكال أو هذا المشكل إلا بإسقاط النظام الأساسي المشؤوم. يجب على الوزارة أن تسحب هذا النظام، نعود لنظام 2003 ثم نناقش فيما بعد. هذه نقطة أولى. ثانيا نحن هنا كرد فعل طبيعي على التصريحات المستفزة لعدد من أعضاء الحكومة وعلى رأسهم تصريح متهور للسيد وزير العدل أبو لطيف وهبي والذي تحدث عن لي ذراع الدولة وكأن الحكومة هي الدولة. نقول له يا سيد وهبي، الحكومة ليست هي الدولة، الحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة، نحن أيضا موظفي الدولة، نحن نمثل الدولة، لا أحد يزايد علينا في وطنيتنا، لا أحد يزايد علينا في حقوقنا، لا أحد يحاول أن يخلق هوة بيننا وبين المواطنين. نحن هنا الآن لكي ندافع عن المدرسة العمومية، هذه النقطة الثانية التي تحدث عنها بشكل دقيق. لا نقبل ان يزايد علينا اي احد في التلاميذ الذين هم ابناؤنا والمهتمين اولا هم الاساتذه. نحن الان في هذا النضال نناضل من اجل التلاميذ اولا قبل ان نناضل من اجل انفسنا. تعلمون ان هذا النظام الاساسي واتى لكي يؤجر او يطبق ما هو موجود في قانون الاطار، وتعلمون ماده الخطيره بالنسبه للمواطنين موجوده في قانون الاطار ماده اعتقد 48 تتحدث عن ماذا؟ عن ان الاباء سيصبحون مجبورين على اداء واجب شهري قيمته 300 درهم في الثانوي التاهيلي والثانوي الاعدادي. كيف يمكننا ان نسمح بخوصصه المدرسه العموميه؟ نحن هنا نناضل من اجل حمايه المدرسه العموميه. التعليم حق دستوري للمواطنين كافه وهو تعليم مجاني. الدول التي تحترم نفسها الدول الديمقراطيه لا تجد فيها اطلاقا القطاع الخاص في التعليم المدرسي من سنواته الاولى التي تبتدئ بالسنوات التعليم الاولي التمهيديه الى البكالوريا. لن تجد اطلاقا اي مؤسسه اعطيها ترخيصا لكي تمارس نشاطا تجاريا بشكل ما مع ابناء الشعب في ميدان جد حساس وميدان صناعه المواطن. نحن الاساتذه من يصنع المواطن، ولهذا اعود للنقطه الاساسيه وهي كرامه الاستاذ. كيف يمكن النظام الاساسي بني على اتهام الاستاذ؟ يا اخي لا يوجد ولا نظام اساسي واحد لجميع قطاعات الدوله يتضمن عقوبات الا هذا النظام البائس. كيف يمكن ان نضع صفحه الوصف للعقوبات دون ان تحدد حتى ما هي المخالفات التي بمعنى ان الذي سوف يتخذ الاجراءات له كامل حريه ان يفعل ما يشاء بالاستاذ. ثم مساله ثانيه، كيف يمكننا ان نقبل بتحويل مجال العقوبات من مجالس فيها تمثيليات للجان المتساويه الاعضاء وغيرها الى قرارات تنزل بشكل عمودي؟ وهذا شيء يهين كرم الاستاذ ويجعل الاستاذ الشاغل في ظروف جد هشه، ناهيك عن هشاشتي فيما يتعلق بالجانب المادي. ولهذا نطالب ايضا مثلنا مثل باقي موظفي الدوله وباقي الموظفين بزياده الاجور. لماذا؟ لاننا نعلم موجه التضخم التي تضرب المغرب والاسعار التي ارتفعت. فكيف يمكن الاستاذ يعاني الهشاشه ماديا مقهور وما رصيده منذ بدايه الشهر ومنتهي في قروض وفي غيرها؟ كيف سيفكر؟ كيف سوف يدبر؟ كيف سيحضر لكي يدرس ابناءنا؟ اولا يجب ان يكون في ظروف تسمح له بان يقوم بعمله وهو لا نقول مرتاح بشكل تام، وعلى الاقل لديه الوسائل الماديه الكافيه التي تعينه على التركيز على عمله. كيف يمكن ان نقبل باهانه اهم عنصر في المجتمع؟ ولا نكون مبالغين حينما نقول هذا. الاستاذ والاستاذه هم عصب الاساس في تنميه اي مجتمع. لا نهضه ولا تنميه في اي امه وفي اي دوله بدون خدمه التعليم. لهذا نجد في الدول المتقدمه والتي تتبع مراكز عاليه في سلم ترتيب التعليم في العالم نجد انها اولت للمدرس اهميه بالغه. نقطة أخيرة أختم بها، وأنا أن أعطي مثال بدولة شقيقة وعزيزة علينا، إنها قطر. تعلمون من الذي يدرس في قطر؟
مدرسي المدرسين والاساتذه في قطر كلهم فيهم جنسيتين هما الغالبتين المغاربه والمصريين. حينما نجري اطلاله على ترتيب مصر والمغرب في مجال التعليم نجدها متدنيه، لكن كيف نجد قطر تحت المرتبه الرابعه عالميا تفوقت على دول في اوروبا ودول عظمى؟ قطر تحت المرتبه اعلى منها بمن؟ بمدرسين مغاربه ومصريين. هذا يوضح اين يوجد الاشكال، انه في التدبير اللامسؤول سواء في مصر او في المغرب لقضيه التعليم. لا نظره لاي دوله ولاي بلد دون النهوض بوضعيه المعلم. شكرا للمنابر الحره لتوصل صوت المناضلين الى الشعب ولتوضح كل شيء. اخر كلمه، لا يزيد علينا احد في ابنائنا، نحن اول من يهتم لابنائنا. احدثكم، له ابنه في التعليم العمومي وهي الان لا تدرس، اسرس ساعات قليله، وانا ليس لدي اي مشكل في هذا الامر ما دام امس يعود عليها بالنفع حينما يتغير هذا الواقع ويصبح هناك واقع فعلا صالح لكي يكون فيه المعلم بكرامته وتكون هناك برامج وبيداغوجيات جديره بالاحترام والتي تطبق وترقى بالتعليم وبالتالي ترقى بالمجتمع وبالدوله. تحيه لكم. السلام عليكم، معكم هيطور برنامج اجتماعي المفروض عليهم التعاقد. اليوم حنا في هذا اللقاء او في هذه الوقفه جينا تنديدا بالنظام المآسي اللي جا به هذا الوزير الذي لا يحترم القوانين ولا يحترم الدساتير ولا يحترم اي شيء. اليوم حنا كهيطور دعم اجتماعي المفروض علينا التعاقد، نرفض هذا النظام، نطالب بادماجنا في الوظيفه العموميه، ونطالب ايضا بتحديد عدد ساعات العمل في 24 ساعه كحد اقصى بالنسبه لنا كاطار دعم اجتماعي واطار دعم بجميع اصناف ديالهم. اليوم حنا الى جانب الاساتذه نرفض ونستنكر كل اشكال السلطويه والقمعيه اللي كتمارسها الدوله تجاه الشغيله التعليميه بجميع اصنافها سواء كانوا اساتذه او اطر دعم بجميع اصنافهم. حنا كنسالوا هذه الوزاره هذه في الوقت اللي كانت كترفع علينا السقف ديال التوظيف في الوظيفه العموميه، حنا كاطر يعني مرينا من واحد مسار ماراطوني. اول حاجه كان كيطالب منك ان النقطه ديال الباك تكون حاصله على النقطه بواحد الميزه، ما تكونش عدد السنوات ما تجاوز ثلاث سنوات، وتكون حاصل ايضا على يعني نقط يعني جد مرتفعه اللي كتقول لك انك توظف. اذا في الوقت اللي كترفع الوزاره السقف ديال المطالب ديالها وكترفع السقف ديال الشروط ديال هذه المباريات، ما كنشوفوش اننا كنتمتعوا بالحقوق اللي المفروض اننا نتمتعوا بها بحكم اننا اجتازينا واحد التكاوين اللي كتاهلنا اننا نقوموا بالمهام ديالنا. اذا اليوم حنا رافضين كل هذه الاشكال، وكنقول للوزاره باننا لن نعود الى اقسامنا ولن نعود الى مكاتبنا الا بعد تحقيق جميع المطالب من بينها سحب هذا النظام وادماج في الوظيفه العموميه وتحقيق جميع المطالب ديال الشغيله التعليميه بمختلف الاصناف ديالها، ولا نتنازل على هذا الامر. تحيه نضاليه صادقه لجميع نساء ورجال التعليم، كلمه ايضا لابناء وبنات الشعب المغربي المتمدرسين والمتمدرسات، للاسر المغربيه ولكافه مكونات المجتمع المغربي. اليوم نجد أنفسنا في موقع معركة نضالية سلمية باسم الشغيلة التعليمية، لأنه منذ سنوات ونحن نحلم بوحدة نضالية وبالاجتماع على كلمة سواء، لأن الوضعية ديال النساء ورجال التعليم وصلت إلى مستوى لم يعد يطاق. فقد كانت هناك مجموعة من المحطات، مجموعة من الرسائل تأتي بشكل رمزي والحضور الدائم في مزاولة المينا، لكن بعد أن وصلت الأمور إلى مستوى لا يمكن أن يطاق، وبعد محاولة تمرير ما سمي بنظام الأساسي وهو لا علاقة له بالنظام الأساسي، بحيث أنه يخرج الشغيلة التعليمية من أسلاك الوظيفة العمومية، وبالتالي عوض تحقيق ما كان ينتظره نساء ورجال التعليم العكس هو الذي حصل. فعوض الاستجابة للملفات العالقة وللمطالب المشروعة كاين هناك الاكتفاء بواحد نوع من التهديد بمزيد من ضياع المكتسبات وبعقوبات لا تطاق. فلا يمكن القبول بهذا النوع من السلوك الذي لا يرى في رجل وامرأة التعليم إلا ذلك العبد الذي يجب أن
يطبق، فكيف يمكن تربية جيل يشعر بالمسؤولية وبالمواطنة وبالكرامة أمام سياسة تعليمية تهضم الحقوق؟ لذلك الآن في كل ربوع الوطن هناك وقفات أمام الأكاديميات وأمام المديريات، وكلنا من أجل كلمة سواء، أولا الدفاع عن الكرامة، الكرامة أولا وأخيرا، وبطبيعة الحال الكرامة بالاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة التي طالت لسنين. فهناك عدة قضايا، لأخذ مثال، فقط مثال، قضية المقصيه من خارج السلم تعود جذورها لاتفاقية ديال 26 أبريل 2011، بمعنى أزيد من 12 سنة من الانتظار، وعوض الاستجابة لمطلب مشروع يتم القفز وفرض نظام غير عادل بعيدا عن الشعارات ديال أين هي مظاهر العدالة والإنصاف والتوحيد. نحن لا نشعر بأي شيء من هذا القبيل، بل هناك تمييز وإخراج لكافة نساء ورجال التعليم من الوظيفة العمومية. لذلك لا يمكن السكوت على هذا الوضع، ولن تتوقف النضالات ما دامت الوضعية بهذا الشكل، ونحتاج إلى حلول حقيقية وليس حلول ترقيعية وهروب للأمام. يعني الاعتراف بالحقوق الطبيعية هو الحل، وهذا يتطلب إرادة سياسية واضحة، فما لم تتوفر الإرادة السياسية سيبقى الوضع في احتقان مستمر. ولذلك نطلب من التلاميذ اليوم، أبنائنا ومن الأسر، أن يتفاهمون. وعلى العموم لقد بدأ هناك تفاهم للأسر، لأن الشعب يعاني الغلاء وأيضا الأسرة التعليمية. إذا نحن في الهوى سوا، علينا بفهم الأوضاع وبحلول حقيقية تستجيب للحد الأدنى الأساسي للمطالب. نحن لا نطلب إلا ما نستحق، ولا نطلب حلولا خارج الإطار، وهذا سيستمر. لذلك ما لم يؤخذ بالنضال سيتحقق بمزيد من النضال، وتحية صادقة للجميع. في اللحظة التي يعتقد البعض أن المعركة من أجل حرمان أبناء الشاب، بالعكس، الوضع الطبيعي أن يكون هناك استمرار وتراكم للتحصيل المعرفي. فكيف يمكن لرجل تعليم يفقد الإمكانية لمواجهة الغلاء ولمواجهة ما يحيط به من مسؤوليات مع التضخم ومع المسؤوليات ومع الحرمان من حقوق طبيعية؟ فمجموعة من الترقيات والتسويات تراكمت، وأيضا مجموعة من السلوكات يشعر بها في بتمييز. فكيف يوقع الاستجابة لمطالب ديال الفئات في القطاع العمومي، في الصحة، في العدل، في المالية، ورجل ومرأة التعليم لا يتم الاستجابة لها؟ إذن هو مكره لا بطل. إذن المسألة ليس الهدف منها حرمان التلميذ، بل الهدف هو أن يكون هذا الأستاذ أو امرأة التعليم في وضعية طبيعية ليقوم بعمله في أحسن الوجوه، وليكون التعليم بشكل طبيعي، وأيضا للدفاع عن المدرسة العمومية التي نحن أبناؤها. فكيف يعقل السكوت على شيء يهدد مصير المدرسة العمومية ومصير لا الأساتذة ولا أبناء الشعب في مجهول؟ إذن المسألة يتحمل المسؤولية المسؤولين على الساهرين على الشأن العام للاستجابة للمطالب المشروعة، لإعادة الأمور إلى نصابها، ولكي يكون سواء الطفل المتمدرس أو الأستاذ يشعر بأنه في جو في نوع من التوازن الاجتماعي، وهذه مسؤولية يتحملها الجميع وليست مسؤولية على رجل التعليم. إذا أقول أن نساء ورجال التعليم والأطفال ديال الشعب المغربي هم يتحملون مسؤولية السياسات، لا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحقيقية لا للأسر ولا نساء ورجال التعليم. إذا نحن نطلب، وأعتقد بأن كاع المؤشرات تدل على أنه التلاميذ ينضمون بشكل تلقائي ويطالبون حقهم في التعليم، ونحن كذلك، ولكن أيضا يعرفون بأن الأستاذ لا يمكن أن يقوم بعمله وهو في ظروف قاهرة. ولذلك نشعر بالتضامن سواء من
التلاميذ او من الاسر، وهذه المساله مهمه جدا، وهو تحول نوعي يجب ان يستمر في افق استعاده الاوضاع والتغلب على الاحتقان والحل الحقيقي وليس الحل الهروبي. السلام عليكم ورحمه الله، تحيه لمنبر 7. معكم رئيس الجمعيه الوطنيه لاساتذه المغرب فرع الدار البيضاء سطات. اذا الجمعيه تحضر اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه التي ينظمها رجال ونساء التعليم بجهه الدار البيضاء سطات. ناتي لهذه الوقفه لكي نعبر عن رفضنا القاطع للنظام الاساسي الذي جاءت به وزاره التربيه الوطنيه. جئنا لكي نقول للمسؤولين عن هذا البلد، لرئيس الحكومه، لوزير التربيه الوطنيه، ان هذا النظام نظام مجحف، نظام حقيقه كما سماه رجال ونساء التعليم نظام المآسي، ولهذا نطالب بسحبه فورا من الحكومه واعادته لطاوله الحوار مع اشراك الممثلين الحقيقيين للشغله التعليميه، اشراك التنسيقيات، اشراك الجمعيات المهنيه في الحوار والاستجابه الفوريه لمطالب الاساتذه التي تحفظ لهم كرامتهم، وعلى راسها ادماج المتعاقدين، ادماج المتعاقدين، وعلى راسها سحب العقوبات، وعلى راسها اضافه الدرجه الجديده للاساتذه الثانوي التاهيلي، وعلى راسها خارج سلم للمقصيين، انصاف الفئات التي ما زالت تعاني كالدكاتره والمبرزون واساتذه الزنزانة 10 وغيرها من الفئات التي ظلمت لمدة طويلة. إذن هذا نداء للحكومة وللوزارة لكي تنقذ هذا الموسم الدراسي من الضياع. فنتمنى تكون عندها صوت الحكمة وصوت العقل يتغلب على صوت المشادات بين الحكومة والأساتذة، وشكرا لكم.